والآن نسعد بأن يكون معنا المؤثر الفلسطيني فايز الطوم الذي سيشاركنا تجربته المؤثرة في غزة. مرحبا فايز وأهلا بك عبر شاشة الغد. رغم كل شيء نوصل صورة للعالم أننا شعب الجبارين، هذه كلماتك التي تكتبها دائما على إنستغرام، كيف يمكنك نقل صورة إيجابية عن غزة عبر وسائل التواصل الاجتماعي على الرغم من الحرب؟ أنا بوصل الصورة بشكل كوميدي، إنه نبين للعالم إنه إحنا ناس رغم كل إشي، رغم الدمار، رغم اللي بصير فينا، رغم المعاناة، إلا إنه إحنا دايما الضحكة على وجوهنا ومبسوطين. وطبعا الصورة اللي ببينها بتختلف تماما عن الواقع اللي إحنا بنعيشه. نعم. لأنه فعليا الواقع اللي إحنا بنعيشه بيختلف كليا عن الصورة اللي أنا ببينها بشكل كوميدي. هذا ما أريد أن أسأله، يعني نعم. ابتسامتك وابتسامة أخيك الدائمة رغم الحرب ورغم الوجع تعطي أملا وتفاؤلا للناس، ولكن أخبرني بصراحة ماذا يوجد خلف هذه الابتسامة؟ بصراحة خلف هاي الابتسامة وجع جدا كبير، ويعني هاي الابتسامة طبعا انه هيك يعني انه نبين للعالم الصورة بشكل كوميدي، وصراحة للأسف الوضع مش هيك، مش زي ما احنا بنبين بشكل كوميدي، هو العكس تماما فعليا. بس احنا يعني هاي الطريقة الأكثر التفاتا، يعني بتلفت النظر أكثر، فحاولنا نبين للعالم هاي بصورة كوميدية، نبين الوضع اللي احنا فيه والمعاناة اللي احنا فيها بشكل كوميدي. نعم، طيب فايز أخبرني أكثر عن يومياتك، يعني عندما تستيقظ من النوم كيف تؤمن الأكل والمياه وكل الاحتياجات الأساسية؟ إيه بصراحة أول ما أصحى طبعاً بصلي، بعدين ستي اللي هي أغلب المتابعين اللي عندي بيعرفوها تيتا يعني، فبصحى هي مريضة قلب، وبعد ما أصلي يعني بعملها خلطة خاصة فيها. إيه يا رب، بضل إنه ما فيش يعني أدوات طبية وهيك، فبنعتمد على الأعشاب والأشياء هاي لحتى يعني يخف وجعها وهيك. بعدين طبعا المياه اللي هي الحاجة الأساسية اللي هي مش موجودة أصلا ولا متوفرة أصلا، بروح بوقف بحجز دور، يعني إنه عشان بالساعتين وبالثلاث بضل أستنى لما أعبي اللي هي قزازة المية اللي يعني مش هتكفينا يوم. نعم. وبعدين يعني بولع، بعد ما أحضر المية وكذا بولع النار، بجهز النار عشان نبلش نعمل من اللي فيه النصيب يعني. وهذا الاشي يعني دائما كل شعب غزة بيستخدم هاي الطريقة بالوقت هذا. نعم، يلي فيه النصيب، يعني ذكرت يلي فيه النصيب، شو هي أنواع الأكل يلي عم تقدروا تأمنوها؟ مش سامع لو سمحت. أنواع الأكل يلي عم تقدروا تأمنوها علشان تقدروا تاكلوا. صراحة احنا حاليا الاكل مش متوفر بشكل كبير، يعني بنعتمد على المعلبات والاشياء اللي بتيجي من المساعدات، وللاسف هي بنشتريها من الاسواق، يعني مش انه بتجينا، هي المفروض جاينا كمساعدات بس للاسف احنا بنشتريها من الاسواق وبثمن غالي، والوضع بصراحة صعب، يعني الناس حتى مش قادرة تشتري الأشياء اللي بتيجي أساساً مساعدات هي، والناس تقدرش تشتريها. نعم. فبنعتمد عليها، يعني هي أرخص الأشياء الموجودة بالسوق. نعم. مهما كان سعرها غالي يعني. نعم، طيب فايز ما أكثر حدث عالق بذهنك ولا يمكن أنه تنسيه منذ بدء الحرب؟ بصراحة كنت مع أصحابي من فترة هيك، تقريبا هم 9، فكنت معهم أنا العاشر، فطلعوا مشوار يعني، فما توقعتش إنه يرجعوا أشلاء، فللأسف طلعوا سابوني، مجرد سابوني، أنا كنت معهم بالباص، هم طلعوا بباص، أنا كنت بدي أطلع معهم، فطلعت ونزلت إنه كنت أحكي معهم، طلعوا على المشوار هذا. فجأة برنوا علي بيحكوا لي الشباب اللي كانوا معك واقفين طلعوا وروح شوفهم، رحت بشوفهم للأسف يعني أشلاء كلهم قدامي هيك، أنا مش عارف على مين أطلع ولا على مين أتحصر، يعني إشي يعني مهما شرحت مهما حكيت مش هقدر أوصل الصورة اللي في ذهني وفي قلبي يعني. أكيد بصراحة. الله يرحمهم بالطبع.
يعني طب كيف تعتقد أنه تأثيرك في الناس يمكن أنه يساعد على تسليط الضوء على الوضع في غزة؟ عن طريق الكوميديا صراحة لفت النظر أكثر، يعني الناس كلها بتتساءل أنه كيف يعني هدول رغم كل المعاناة وكل الوجع وكل هذا اللي بصير فيهم أنه هيك يعني مبسوطين وفرحانين، رغم أنه صراحة الوضع بيختلف كليا. بس أنا حاولت قبل هيك أوصلها بصورة أنه صورة الجرائم وكذا، وبين الصورة الحقيقية نشرتها قبل هيك، بس للأسف من كثر ما الناس بتنشره هيك خلص الناس خلص لما يصير الإشي ينتشر بشكل دوري فالناس بخف اهتمامها، فطلعت لهم بإشي جديد مثل الكوميديا مثلا، بنفس الوقت معاناة يعني لفت النظر أكثر، وبنفس الوقت بين أنه إحنا شعب مهما كان مهما صار أنه إحنا شعب صامد، وبين للعالم بصورة إيجابية أنه إحنا شعب صامد وصابر ورغم كل شيء ورغم الظروف انه احنا صابرين وصامدين ومبسوطين وكل نعم. شيء يعني الحمد نعم. لله. طيب فايز، بعد انتهاء الحرب اين ترى نفسك؟ بصراحه اذا ربنا كتب لي الشهاده فانا فزت بالجنه، هذا اول شيء، واذا ربنا هيك يعني كملنا يعني ضلينا عايشين لبعد الحرب ان شاء الله يعني هكون من اكثر الناس اللي ممكن توصل الصوره ويساعدوا باعمار غزه ويساعدوا بكل الامور اللي بتحتاجها غزه، وان شاء الله ربنا هيك يقدرنا ونكون يعني دائما بنساعد بظل يعني الظروف الصعبه. فايز انت شخصيا علمتني التفاؤل والأمل والصبر، وأكيد علمت كل المتابعين يلي عم بيتابعوك عبر إنستغرام، وبالتفاؤل والأمل تستمر الحياة. كل الشكر لك الفلسطيني المؤثر الفلسطيني فايز التوم.